شكرا للجريدة بتاع أنفاس. جوابا على السؤال الأول بخصوص التحضيرات والسجالات داخل الاتحاد الاشتراكي وداخل المجلس الوطني للاتحاد، أولا الاتحاد لم يغير بعد قانونه الأساسي، لأن تغيير القانون الأساسي هو اختصاص المؤتمر، وده كانت تغييرات الاتحاديين وحدهم داخل مؤتمرهم مجتمعين، عندهم كافة الصلاحية باش يغيروا القانون الأساسي ديال حزبهم. فيما يخص القانون الداخلي تم تغييره أولا نظرا للحالة الوبائية، نظرا للحالة اللي كيعيشها المغرب والعالم كامل مع الجائحة كورونا، وبالتالي تم التنصيص على هذا الشكل ديال المؤتمر اللي غيكون عبر منصة جهوية راقية مندمجة، ستمكن جميع الاتحاديين والاتحاديات المؤتمرين باش يكونوا حاضرين مع بعضهم في نفس الوقت، لأن أولا التكنولوجيا أصبحت كتسهل لنا هذه العمليات. الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الأغلبية ديال القياديين ديال الاتحاد، أعضاء المكتب السياسي، أعضاء المجلس الوطني، كتاب إقليميين، كتاب جهويين، هما منخرطين بشكل كبير. أنا شخصيا أول مرة كنحس بأن أكبر عدد من الاتحاديين والاتحاديات يشاركون في الإعداد الفعلي ديال المؤتمر، لا عبر الرأي، لا عبر المساهمة الفكرية في الورقة التنظيمية والسياسية اللي عرفوا تحولات مهمة. الورقة التنظيمية تستجد لا بغيتي تقول تبحث على نموذج تنظيمي يكون يتماشى مع الرؤية الجديدة ديال بلادنا، يعني نموذج تنظيمي اللي من خلال الاتحاديين خصهم يبدعوا أشكال تنظيمية اللي تساير لا بغيتي تقول الرأي العام، اللي تساير الواقع السياسي الواقع المجتمعي في البلاد. الصراعات داخل الاتحاد الاشتراكي أولا هي صراعات صحية، وفي الحقيقة اللي عاش صراعات المؤتمرات السابقة هيكتشف بأن هذا المؤتمر يمر في هدوء. الاتحاديين خداوا المبادرة في مجموعة ديال الجهات، عطاو رأيهم. أولا الأستاذ دريس الشقر لم يعبر لحد الآن على رغبته في الترشيح، ولكن واقع الحال داخل الاتحاد الاشتراكي والإجماع اللي واقع بين القيادات الاتحادية في المغرب كامل من أعضاء المكتب السياسي جميع المسؤولين، الناس ترتئي بأن كاين واحد، أولا النجاح ديال دريس الشكاري ما يمكن للخص الأولى. الحاجة الأولى هي النتائج، ما نقولش الجيدة جدا، ولكن التحسن الكبير في واحد المنظومة انتخابية اللي كانت صعبة وصعبة جدا، اللي طبعا واحد النظام تغولي على مختلف المستويات، الانتخابات التشريعية، الانتخابات الجماعية، وكيفاش مرت داخل هذه المنظومة استطاع يحقق نتائج اللي أنا شخصيا أعتبرها مهمة. الصعوبة اللي مرت فيها انتخابات هذه المرة كانت غير مسبوقة في تاريخ المغرب، رغم ذلك الاتحاد استطاع يرجع بتمثيليات مهمة في مختلف المدن. يمكن ما عندوش مدن كبرى جدا، ولكن مشارك في تسيير عدد كبير من المدن. الفريق البرلماني تقريبا تضاعف، 34 برلماني. الفريق مجلس المستشارين إذا خدينا النسبة المئوية أعضاء المستشارين سنجد بأن هذه كانت أكبر تمثيلية اللي كاين دابا في التاريخ ديال الاتحاد الاشتراكي داخل الغرفة الثانية. ثانيا القرب ديال الأخ الكاتب الأول من مختلف المستويات التنظيمية. الأستاذ دريس الشقر هو شخص قريب من المناضلين والمناضلات، يتواجد في جميع المحطات لا الإنسانية ولا السياسية ولا التنظيمية بجانب الاتحاد والاتحاديين، وبالتالي من طبيعة الأشياء بأن الشخص اللي موجود اللي متواجد داخل الحياة الحزبية في الاتحاد الاشتراكي الاتحاديين سيرغبون في الاستمرار دياله في قيادات السفينة الاتحاد، اللي هي تعرف تحسن جيد في واحد المنظومة كما قلت سياسية وانتخابية اللي صعبة واللي متغيرت أصبح كثيرة وكثيرة جدا. بالنسبة للشمال أعتقد بأن الأمور جيدة، المنصة الجهوية واجدة، انتخاب المؤتمرين مر تقريبا في كل الأقاليم بالتوافق والإجماع لعدد مؤتمرين، كاين تمثيلية جيدة للنساء والشباب، كاين تجديد ان شاء الله هيكون في الهياكل ديال الكتابه الجهويه والمجلس الوطني.
الأغلبية ديال الاتحاديين أو كل الاتحاديين في الشمال واللي هما تاريخيين في الحقيقة دائمين لترشيح الأخ دريس الشقر منذ المؤتمر التاسع والمؤتمر العاشر. كان دائما الشمال يعتبر بأن القائد ديال سفينة الاتحاد بالنسبة لشمال المغرب خيار استراتيجي هو الأستاذ دريس الشقر، باعتباره القرب ديالو من القادة التاريخيين ديال الاتحاد الاشتراكي في شمال المغرب، دائما كانوا تاريخيا مرتبطين بالأستاذ دريس الشقر. من المؤكد بأن الاتحاد في شمال المغرب هتكون واحدة من أجمل المنصات في المغرب، والنقاش السياسي سيكون رفيع المستوى، هتكون أكيد ملاحظات تعديلات على الورقة السياسية على الورقة التنظيمية، ولكن الاتحاديين في الشمال هم منخرطين وداعمين لتغيير القانون الأساسي اللي هو اختصاص المؤتمر من أجل إتاحة الفرصة ماشي للكاتب الأول وإنما من جميع المستويات التنظيمية باش الاتحاديين يمكن لهم من حتوش قطيع مع الأجهزة التنظيمية اللي كاين دابا من كتابات إقليمية ولا كتابة جهوية ولا كتابة أولى ولا المكتب السياسي. يمكننا هاد الاستمرارية وهاد الدينامية اللي كاين في الحياة الحزبية تستمر. وشكرا لموقع أنفاس. شكرا.